والله عاد نعيد له اللقطه هذه نقول له شفت اذكر يوم ندعي لك الدعوه ذي. حيا الله دكتور. يا مرحبا. يا هلا يا مسهلا. يا هلا منورنا يا حبيبي. والله كيف حالك؟ الاستوديو كله منور فيكم. لب عيني. ما شاء الله. تدري ان الاستاذ محمود والاستاذ وليد والسيد وحبايبنا كل اللي مصلحين هالديكور يقولون عوض. من الاشياء اخوي عوض حبيب قلبي الله يسعده من الاشياء اللي يقولون كماليه وجماليه لها وجود الدكتور. الله يومين راحت وانت موجود طيبكم والله. يحس قام يزبطون في ضواز ما في فايده خلاص الان زانت الامور. الله يسعدك يا مرحبا. ما شاء الله منورنا يا حبيبي. الله يجزاك. والله مشتاق لكم اكثر مما تشتاقون لي. لبعين. مشتاقين. هلا هلا ركبت المايك بو مايك بالكنترول ركبه. هلا والله شيخ خالد يوديك يوديك هو خله خلاص جاكم ابو عبد العزيز. السلام يا اخي مشتاق لصوتك. الله يجزاك والله مشتاق لصوتك. عطر المجلس. انت اخذت نفس من طيبكم. اي خذيت توكل. عطر المجلس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذه السورة هي سورة المؤمنون. في أول السورة تكلم عن المؤمنين قد أفلح المؤمنون إلى آخر الآيات. وفي آخر السورة تكلم
عن الكافرين وعن جزائهم. الآية التي دائما تستوقفني وخاصة في مثل هذه الأيام في أيام الإجازات، بعض الناس يشتكي من العبثية في الوقت، عبثية في الأعمال، عبثية في النوم، في النوم، عبثية في حتى في الصلوات. يعني فعلا يعني نحتاج إلى تقنين وضبط لبوصلة الإنسان في الإجازة. فدائما قول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إيه لا ترجعون. يعني ترى أنت ممكن قد تكون نهايتك في الإجازة، صحيح، وكلنا نصلي على جنازة نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، كثير منهم في الإجازة، وأعداد يعني قد يعني تخوفنا هالأعداد، لأننا سنكون يوما ما ضمن هذه الأعداد. لكن المؤمن ما يخشى من الموت أبدا، اللي يستغل وقته واستفاد من وقته ويستحضر هذه الآية دائما، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني أنك سترجع إلى الله عز وجل. فأنت في الإجازة أو في أيام الدراسة أو مبتعث أو في حفلات، في أيام حفلات ومهرجانات، كل هذه الأيام معرضة إلى أنك تكون نقطة النهاية فيها، وأيضا ستحاسب عنها كلها. الله عز وجل يسألهم كم لبثتم، قالوا قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، لبثنا يوم من هول يوم القيامة، يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، حتى أنهم ما هم متأكدين، يعني يقول يوم، بعض المفسرين يقول بعضهم مات، بعضهم اللي قالوا بعض يوم مات في الصباح، وهم يرون أن يوم القيامة يحاسبون الشمس لا زالت موجودة، فيقول لبثنا يوما ما دام الشمس ما غابت أو بعض يوم، من هول يوم القيامة ومن هول المطلع والحساب بين يدي الله عز وجل. لكن المؤمن له، نسأل الله أن نكون منهم، له أحوال أخرى يوم القيامة. أولا هو في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، ثانيا قد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثالثا قد تشمله شفاعة. والشفاعة يا أخوان، شوفوا شدة العطش ثم يأتيك قليل من الماء المعتدل، له البارد وله الحار، يا سلام، ما ودك أنه يخلص، وأحيانا أنك تفرح بالعطش لأجل التلذذ بهذا الماء. الشفاعة تأتيك وأنت في أشد الحاجة، الله أكبر، وهو نعيم فوق نعيم. يعني قضية أن الله عز وجل ما حاسبك أو سترك يوم القيامة ثم يشفع فيك محمد عليه الصلاة والسلام، هذا نعيم فوق نعيم، وهذا يعني ستر لكل ماضيك بين يدي الله عز وجل. فالشاهد من الآية أن الإنسان يستحضر هذه الآية، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا تعبث بأوقات الصلاة، لا تعبث بالخيرات التي كنت أنت متعود عليها، بر الوالدين استمر عليه، إحسانك إلى الجار استمر عليه، يا أخي الأطعمة اللي توضع للطيور والحيوانات، أيام الدراسة أنت يعني أمورك زينة فقاعد تحط الموية وبعض باقي الأطعمة للطيور، استمر عليها مساعدة. الإجازة لا تكون إجازة من الخيرات، إجازة فقط الدوام، وإذا كنت أنت عندك إجازة من الدوام معناها أنك مفروض في أعمال الخير تنشط، تحاول أنك تجتهد. أنا أعجبني كثير يعني اللي يستغلون وقتهم في دورات، في حفظ قرآن، في سفرات، يعني هي للترفيه لكنه أيضا وضع لها جدول. يعني مو معناها إجازة معناها اللفظ الدارج عندنا ما تدري الساعة كم، تفلت الدنيا، أي ما خلاص تفلت الساعة كم، ما أدري والله الساعة كم، الساعة 2 في الليل، الله راح الوقت. لا يا أخي، أنت مسؤول عن هذا الوقت، وأنا لما أذكرك الآن وأقول لك أنت مسؤول عن هذا الوقت، ما هي مسألة أن الواحد بس يعني يتيتك ويقول لك لا أشتغل وأعمل، لا، أنا الآن كما قال أحد السلف أجلس مع أناس يخوفوني حتى أأمن يوم الدين، خير من أن أجلس مع أناس يؤمنوني حتى أخاف بين يدي الله عز وجل. فأنا أقول استغل وقتك، المساجد اللي فيها صلاة على جنائز هنيئا لهم، هنيئا لهم اللي يصلون على جنائز،
يعني تتوقعون كم حسنة؟ توقع كذا جبل قيراط اللي يصلي على جنازة واحدة واحدة الآن قليل ما يصلي جنازة واحدة جنازتين ايه؟ ثلاث أربع 20 أحيانا كل جنازة إذا صليت عليها لك قيراط وهو جبل أحد. أذكرني قبل أيام أنا والأولاد قلت لهم يعني كم وزن جبل أحد؟ قال واحد من الأولاد وشلون وزنوها يبا يعني شالوه. فلهم الجيولوجيين بعض يعني حسابات فوجدوا أن مئات الأطنان بل يعني رأيت رقم صراحة أنا هالني الرقم 16 مليار كيلو. أنا لما قال 16 مليار كيلو يعني هذا حسنات هذا حسنات الصلاة على جنازة واحدة فما بالك إذا دفنتها بعد إذا دفنتها لك قيراطين فأنت تصلي على جنازتين ثلاث أربع مشيت. الآن في الأيام هذه ألاحظت ما في إلا صلاة الفجر بس ما فيها صلاة على جنائز يا أخي ليش تفوت هالأجر صحيح. طيب أنت ما استطعت أنت مسافر في ديرة ثانية أنت بعيد عن المساجد هذه ارسل الدال على الخير كفاعل واحد اثنين ثلاثة خمسة يصلون لك أجرهم نعم. هذا مشروع واحد من مشاريع الخير في الإجازة تحرص عليه فلذلك يا أخوان يعني دائما حرص أبنائنا وبناتنا وأنفسنا الإجازة لا تكون يعني فوضى نعم نسمع نعم. كلمة طفش طفش صح. طفش طفش لأنك خليت ما استغليت هي خليت الدعوة درعة ترعة زي ما تقول يا شيخ ترى محاسب على الوقت لا شك لا شك لا تزل القدم بالقدم أنت محاسب على الوقت سواء في إجازة أو في دراسة أو في 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 أي وقت ما دام النفس هذا يطلع ويدخل أنت محاسب بس ترى في شيء يعني على سبيل ما نغفل أيضا الآن ولله الحمد والفضل والمنة المناشط التي يعني تشرف عليها الدولة سواء في الأحياء الآن بشكل رائع جدا 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 الحمد لله. تستقطب أبنائنا باشتراك يعني صحيح. رمزي ليس كبير جدا صحيح. ويقدم لهم فيه من اكساب المهارات صحيح. والترفيه والعطاء الجميل يعني شيء الكثير وهذا فضل الله عز وجل أيضا عندنا دوائر سواء كانت حكومية أو خاصة الآن فيه عروضات كثيرة للشباب خصوصا الثانوي أنا أذكر آخر ما قرأت الأرامكو اللي في الثانوي صحيح. الشباب الثانوي صحيح. تستقطبهم على أساس أنهم يستفيدون من هالإجازة ففي مجالات متعددة الآن موجودة بإمكاننا نستغلها استغلال كامل ولا تقول عمر من 6 سنوات صحيح. إلى الجامعة وما شاء الله يعني كلش موجود ومتوفر ولذلك نحاول نرتب أمور عيالنا في مثل هالأماكن هذه وينتفعون في نقطة ذكرتها شيخ إبراهيم الله يسعدك قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم الآن في المنام في المنام إلى نمت تلقاك تحلم بقصة طويلة عريضة والله صحيح بينما لو حسبت وقتها دقائق لا ثواني 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 رؤياك هذه كلها في ثواني سبحان الله وهي أحداث وأحداث وأحداث طويلة عريضة في رؤياك صحيح إيه نعم يعني بعض الناس يقول يقص رؤياه فيلم هندي إيه؟ يعني الفيلم هذا يعني صحيح يعني طول. من طولها وعرضها وتشتتها ودخلاتها وطلعاتها وأحداثها فتقول هذا كله في يعني في لا يمكن لكنه في غفوة والله صحيح صحيح لذلك احنا نقول إذا كان الرؤية بهالسرعة ذي فطبيعي أنهم يقولون لبثنا يوما وبعض يوم أصحاب الكهف نعم كم قعدوا صحيح 309 نعم فلما سألوا بعضهم بعض كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم صحيح. عرفتوا الفكرة فاللي نقصد أنه الدنيا هذه ستزول إن لم تستغل سواء في إجازة أو في غير الإجازة لا بد أن نكون مطبقين لقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إيش هذا المهمة اللي بعدها ولذلك لا شريك له الله أكبر انتبهوا يدخل شريك انتبهوا يدخل رياء
انتبهوا يدخل طلب السمعة، انتبهوا يدخل الفخر، لأن هناك من يحفظ القرآن الكريم فيدخل النار ولا لا يا شيخ إبراهيم؟ لا صحيح. وهناك من يجاهد في سبيل الله ويدخل النار. نعم. ليه؟ لأنه أراد بحفظ القرآن أن يقال فلان قارئ حافظ، وقد قيل هذا يقوله رب العالمين. المجاهد لكي يقال فلان شجاع وقد قيل. لذلك لابد أن يكون عملنا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يحفظنا جميعا وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. حيا الله أبو محمد. أهلا وسهلا. مرحبا، نورتنا يا حبيبي. كل عام أنت بخير. أنت بخير، الله يطول عمرك.